مهنة محتاجة إلى إنكار ذات، محتاجة شجاعة. عشان تبقى صحفي ناجح لازم تبقى موجود في الحدث قبل أن يتم الحدث. فيديو القطر اللي هو كانوا هيموتوا فيه ده ويتفرموا حقق لحد دلوقتي 15 مليون ولسه العداد شغال، اللهم صل على النبي. ولذلك قررنا نحن منحهم درع الموقع. ايه؟ ده درعك وده درعك. درع ايه؟ ما تقلبش فيه عشان ما يفقدش قيمته. دول بقى حبة حلويات شرقية باللي قلبك يحبهم معمولهم بالسمن البلدي، دي بقلاوة وبسبوسة. بسبوسة ايه وكنافة ايه يا عم حلو الصمد انت؟ شاكر! ما احنا كده هيجيلنا السكر مش بيتكرمنا. وعملت تقولي صحفي ناجح! اهدى! ايوه يا ست الكل! ايوه نجمتنا بتقولي ايه؟ الفيديو بتاع الجيم الشال؟ الفيديو الشال ليه؟ ولا شرفني! يا منعم! يا منعم! ايه ده؟ حقك هيجيلك. وكما عودناكم اعزائي المشاهدين في موقع قبل الحدث، انت دائما في قبل الحدث. ايه يا ابطال؟ الدروع فيها حاجه؟ لا الدروع حلوه، بس كنا محتاجين معاهم سيفين علشان في حرب في الريسبشن بره. يا بيه احنا نطينا فوق قطر وهو بيجري مش فوق مصرف. انتوا مش هابشين 10,000 جنيه في الفيديو بتاع فضيحه الرحاب؟ لا، الفيديو بتاع فضيحه الرحاب عمل 5 مليون مشاهده، انما الفيديو ده عمل 15 مليون مشاهده لحد دلوقتي، يعني لو خدنا على نفر شيلن يطلع لنا بتاع 30,000 جنيه. لا، 37,500. قول له مش كتير شويه ده؟ هو ايه ده اللي كتير؟ ايه رايك بقى ان استاذ احمد موسى ممكن يدفع في الفيديو ده 50,000 جنيه؟ لا 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 ما تجيش منك انت دي. فين اخلاصك للكيان؟ اخلاص ايه وكيان ايه؟ انت بتكلم حسام عاشور؟ يا بيه ريح دماغك، احنا كلاب فلوس. انا هديكوا 7500 جنيه. هتدي كل واحد فينا 7500؟ لا انتوا الاثنين 7500 تقسموهم على بعض. عدل بيه، سفاح المترو نزل فيديو جديد عثر على السيدة ألفة المشد، عثر على جثتها ملقاه في الشارع وهي مسعوقة بالكهرباء. وفقاً لمعلوماتنا إنه القاتل كالعادة قام بتصوير لحظة الصعق بالفيديو ونشر الفيديو ده على مواقع التواصل الاجتماعي أو على السوشيال ميديا. احنا معانا دلوقتي زميلنا حسين الحناوي عشان نعرف منه تفاصيل أكتر. حسين، هو إيه اللي خلى البوليس يتأكد إنه القاتل خطف الضحية من المترو؟ طبقاً للمعلومات اللي عرفناها من التحقيقات إن صديقة القتيلة قالت إن آخر مكان سابتها فيه كان المترو. أنت مش شايف يا حسين إنها غريبة شوية إنه السفاح دايماً بيوقع ضحيته في مكان محدد بعينه؟ ولغاية دلوقتي ما تمش العثور عليه؟ المسؤولين أكدوا إن المترو بيتردد عليه يومياً تقريباً 3.5 مليون مواطن، وطبعاً دي حاجة بتصعب جداً التحقيقات. هل القاتل احتفظ بجزء من الضحية كعادته؟ أيوة يا أستاذ شريف. طب ليه يا حسين ما بيعلنوش عن الأجزاء دي؟ كان الرد إن الإفصاح عن الأجزاء المبتورة من الضحايا شيء يخضع إلى سرية التحقيقات. وفقا لمعلوماتنا انه تم نقل جثمان ألفة المشد لمشرحة زنهم للتشريح واصدار التقرير النهائي. زمان مصر كلها دلوقتي عاوزة تعرف المجنون ده بياخد من الجثث ايه. يابا امسك نفسك، احنا عايزينك. ظهري اتكسر والسند راح. معلش يا عم، معلش معلش يا عم. ظهري مين وسند مين والناس ميتين؟ هتصحوا الاموات اللي في المشرحه. المسكين ابوه نزل يسرح بعربيه فلفل بره رمسيس، اتوبيس دخل في العربيه لبس الحاج اللي قدره في دماغه. لا حول الله يا رب. ما بلاش عارفين البني ادمين، الفول بالطعميه بالطرشي. لا اله الا الله. عايزين نشوف المرحوم. ما ينفعش. الهي ربنا ما يحرق قلبك على حبايبك. يولعوا يابا، ما ينفعش. الهي ربنا ما يفرم لك عزيز تحت اتوبيس. ما ينفعش. طب مياه ينفع؟ بس لو مياه كمان ينفع. بص، هو ابو ما يستاهلش، بس عشان خاطر اللي بطنك مش خساره فيك. ماشي، تعالوا ورايا. يابا ما تحترم نفسك بقى يا ابو الكباتن، بقى انت كبير. الراجل محروق على ابوه، بيقول لك الاتوبيس رقش جمجمه، مخ ابوه بقى عامل زي البيضه البريش. تقدر الاحساس. بقول لك يا برنس التبرجيه، هو ايه العسكري اللي قاعد هناك ده؟ لا ده بتاع عنبر الجنائي وجرائم القتل والحاجات دي، ملناش فيه ملناش فيه، هنخش هنا. طب انا بقول ايه؟ انا رايي تخش انت وانا هستناكوا هنا، انا قلبي ضعيف وما بستحملش الاحساس ده. قلبي معاك. نعم يا اخويا، انت عايز تسيبني لوحدي ولا ايه؟ لا لا لا، انا هستناك بره، هستناك بره، بس امان عليك لما تشوف الحاج تبصيلي في اورطو. ده لو لقيت اورطو يابا. انت هتقول لي اورطو؟ احنا في اورطو، خش ما تفتحناهاش. النظري يا سادة شيء، والعملي شيء تاني خالص.
وبما ان النهارده اول يوم ليكوا في المشرحه بتاعتنا، اولا اعصابك لازم تمسك اعصابك كويس. اخيرا انك تجيني بمعده فاضيه ما عشان ما تستفرغوش. ودلوقتي تتفضلوا تلبسوا البلاطي بتاعتكم والجوانتيات وتسبقوني على الثلاجات. جو يلا يلا. لا كان امتى؟ من 3 ايام. كلمتك على تليفون البيت ولا على الموبايل؟ لا كلمتني على تليفون سهل. كلمتك منين؟ من المترو يا باسا. الساعه كام؟ كانت الساعة 11 بالليل. وهي متعودة تجيلك دايما في الوقت المتأخر ده؟ أبوس إيدك يا باشا، هتقولي بنتي، أنا خايفة يكون السفاح بتاع المترو هو اللي خطفها. عايزين نهدى شوية، افتكري كده، هي قالت لك إيه بالظبط في المكالمة دي؟ قالت إنها اتخانقت مع جوزها ومسحت بكرامته الأرض ومرمطته. طالما اتخانقت مع جوزها ومرمطت بكرامته الأرض، يبقى جوزها ده هو اللي خطفها. يا باشا هو شعبان ده بيعرف يعمل حاجة؟ ده مدهول. عموما كده وكده إحنا هنستدعي شعبان ونحقق معاه عشان نعرف إيه اللي حصل. تقدروا تمشوا دلوقتي، وانت يا شهد بقي سيدي رقم تليفونك. ربنا ما يحرق قلبك على دماغك يا باشا، ربنا يعلم قلبك يا باشا. قال بالحق يا باشا، صحيح في اخر المكالمه قالت لي اقفلي يا بنت يا شهد اما اشوف الواد السيس ده عايز ايه. سيس؟ اه واحد كان بيبصبص لها كده في عربيه المترو وراح بعتها لي الصوره دي اهي. ساكته ليه من بدري؟ انه سيس فيهم؟ ما انا يا باشا حاولت اكلمها عشان اعرف اني واحد فيهم، تليفونها بيديني مغلق. احمد ده ولد صحفي شاطر مهني، اكيد طبعا اللي عمله ده ما يقصدش انه يؤذي حضرتك في اي حاجه، هو قام بواجبه الصحفي. يعني هو يقوم بواجبه الصحفي وانا اتحول للتحقيق وتوقف عن العمل؟ انا اقدم فيك بلاغ للنائب العام وهرفع قضيه على الموقع وهشتكيكوا نقابه الصحفيين. ان شاء الله حتى تشتكيني للفيفا، انا ما بيهمنيش على فكره. اسكت اسكت. وإيه بس الزوبة فندم لكل ده؟ اطلبي بس إيه اللي يرضيكي وإحنا نعمله؟ أولاً ينزل توضيح على الموقع يتقال فيني ماليش أي ذنب. طب ما ننزل اعتذار في السي إن إن أحسن. اسكت اسكت. خلاص يا فندم اعتبر ده حصل. هو إيه اللي حصل؟ ما تصغرناش يا عدلي. اسكت اسكت. هنتسجن هنتسجن. ثانياً الفيديو ده يتشال فوراً. اعتبريه اتشال؟ وإيه اللي اعتبريه اتشال؟ الفيديو ده عامل 17 مليون، أنا لاقي فيهم 40 باكو. ساعتين وبعد كده هرجعه تاني. حمادة! معقولة يا حمادة تبقى واقف كده؟ اقعد يا ابني اقعد، حلوا المشكلة مع بعض على ما أشيل أنا الفيديو، ها؟ منعم! منعم! أنا مش عارفة أعمل فيك إيه؟ ده انا عمري ما جالي لفت نظر، أقوم بسببك أتوقف عن العمل؟ أه بصراحة بقى وقفك عن العمل ده مصلحة. ليه بقى إن شاء الله؟ مش المفروض واحدة بالجمال ده تبقى في مشرحة؟ ما المفروض تبقى فين؟ تبقى في مهرجان الجونة. انا عايز اعتذر عن الفيديو اللي انا عملته ده، انا ما كنتش اعرف انه هيضرك بالشكل ده. اهو ضرني، انتوا خلاص السوشيال ميديا والهبل ده جننكم. لو سمحتي ما تقوليش هبل. انا ياما عملت تحقيقات صحفية وفيديوهات ونزلتها على السوشيال ميديا، شاركت في حل جرائم كتير. طب لما انت جامد كده تحليلك ايه على جرائم سفاح المترو؟ انا بصراحة ما اقدرش افتي في الموضوع ده، ده محتاج رأي حد متخصص. زي مين مثلا؟ انا عندي حوار بكره مع جهه بس في علم الاجرام، وده بقى اللي هيجيب التايهه، دكتور نهاد الخربطلي. مين نهاد الخربطلي ده؟ ده باحث كبير، ده حاصل على دكتوراه في علم النفس الجنائي، ده غير انه مؤلف قصص رعب وروايات عن الجريمه. تطور جديد ومهم في قضيه سفاح المترو اللي تحول لحديث الساعه، ويبدو انه الخناق بدا يضيع عليه فعلا، لانه المباحث قدرت انها توصل لاول دليل مادي. احنا معانا في الاستوديو مشرفنا الاستاذ عادل الفريدي رئيس موقع قلب الحدث. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. هل في اي جديد في القضيه؟ الجديد يا شريف بيه ان السيده نجلاء ابو العينين الشواتفي مختفيه بقالها 5 ايام. اخر مكالمه ليها في التليفون كان بيتكلم اختها، شافت واحد بص لها نظرات مريبه ومخيفه جدا، صورته دون ان يشعر، بعتت الصوره دي لاختها. بس الصوره فيه 2 معالمهم مش واضحه، وواحد بس هو اللي معالمه واضحه لكل الناس. الشخص اللي في المنتصف ده نظراته مخيفه ومريبه جدا، ده دليل على انه هو الاقرب ان يكون الجاني. رجال المباحث قاموا بمجهود مضني جدا، اكتشفوا ان الشخص ده مسجل خطر، اسمه خميس الجربوع، ليه 3 أواضي تحرش و4 سرقة بالإكراه، وجاري البحث عنه. طيب يا ريت الكنترول يكبر لنا الصورة علشان المشاهدين يقدروا يدققوا في ملامحه كويس. خايفة من الموت؟ حينما يموت أحدهم
فهو خير لآخر. العالم ده اتخلق بريء ونقي، لكن انتم انتم اللي مليتوه بالخيانة. ده انتم طلعتوا ادم من جنة. مفيش في العالم ده غير واحدة بس اللي لقيت فيها البراءة، اسمرالدا. اسمرالدا حبيبتي، اسمرالدا. انت بتبص لها كده ليه يا اسمرالدا؟ صعبان عليكي؟ اوعى تصعب عليكي يا اخويا، انت مش منو، انت ملاك، دول شياطين. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it seems so difficult to stay. Oh, I believe in yesterday. حبيبتي، أنا مش ممكن حسينك تخرجي للعالم السافل بتاعه. أنا حوديكي المكان الوحيد اللي هتفضلي فيه محتفظة بروحك الطاهرة. أنا هبعدك، أنا هبعدك، أنا هبعدك. إذا لاحظوا الشخص الجد ده في أي حتة لازم يبلغوا حالة الشرطة. فاكرين نفسهم أذكى مني؟ هو ده العبقري يا حل الجريمة؟ جايبني عند واحد بياكل معيز؟ هو مدي على راعي غنم شويه بس ما تقلقيش، ده دماغه سنه. اوعى تفتكر ان هو بياكل الغنم وبس. امال ايه؟ ده بيفكر كده. مي تعملي كده ليه؟ من يوم ولادتك وانا بقول انك نوتي. امينه تاكليش ليه؟ ابو الناجة أمرنا أنا باشا. هو أنا مش قلت يا حيوان 100 مرة ممنوع منعًا باتًا التيس هرب من المعيز؟ يا باشا ما هو مربوط في الواد قدامك أهو. مش كفاية؟ ليه يا باشا؟ هو في حاجة حصلت؟ أمينة حامل. قلت لك جهبذ أهو مسك قضية آداب في دقيقة. سامحوني إني سبتكم ومشيت، بس ده ميعاد أكل مي وأمينة وكارلا. ربنا يخليهم لك كده وتشوفهم عرايس. طب مي وأمينة وفهمناها، اشمعنى دي بقى سميتها كارلا؟ مامتها لبنانية. طب بغض النظر عن الأسرة، إيه رأي حضرتك في اللي إحنا حكيناه لك؟ واضح من اللي أنا سمعته والفيديوهات اللي شفتها للولد السفاح ده وطريقة قتله البشعة للستات، بتأكد إن الولد دوت معقد من الجنس الناعم. ليه الولد ده دايماً بياخد من ضحاياه الرجل الشمال؟ لا هو الحقيقة يا دكتور واللي معلنش على الرأي العام، هو كل مرة بياخد من الضحية جزء مختلف. وانتوا ازاي تخبوا معلومة زي دي؟ عشان معلومة زي دي ممكن تعمل قلق زيادة في الرأي العام وتخلي الناس تترعب أكتر. ده معناه إن الولد ده عاوز يوصل لهدف معين. إيه هو بقى الهدف ده يا دكتور؟ موضوع زي دوت عشان أجاوبكم عليه محتاج شوية جنزبيل مغلي على كراوية وورقتين ونص جوافة. لا يا دكتور إحنا عندنا التهاب رئوي. طبقاً لنظريات علم النفس الجنائي الكتير، أقدر أقول لكم إن المسجل ده اللي اسمه خميس الجربوع مستحيل يكون هو اللي قام بالجريمة. ده آخره يسرق شنطة، يتحرش بأنثى، إنما يقوم بالجرائم دي ما أظنش. أنا قلت كده برضو يا دكتور. كمان من الصور اللي جبتها لي دي شفت إن السفاح خد من الضحية الأولى القفص الصدري، والضحية الثانية الإيد الشمال، والضحية الثالثة الإيد اليمين، والضحية الرابعة الرجل الشمال. أقدر أقول إن الراجل ده عاوز يكون جسد. معنى كده إن في جرائم تانية هتحصل. بالظبط. خدت بالك يا دكتور من طريقة البتر؟ شفتوا الدقة اللي سالخ بيها القفص الصدري إزاي؟ وفي إيه؟ ما هتشوف الغراب ده عايز إيه يا دكتور؟ مش ناقصة توتر. لما الغراب يلح في النعيق كده بيبقى عاوز ينبه أقرانه إن في هجوم دموي من الحدايات. ملحق يا دكتور! أمينة كاتا!
دي مش أمينة، دي سهى أبو النجا. البضية بسرعة، الضباع هجمت. يا نهار اسود، مرق ورعد ومطر ومعيز مدبوحة بتتحدف علينا، دي ليلة سودة. أنا اتبهدلت من ساعتها وأنا مش عارفة أتلم على روحي. مش أنت اللي قعدتي تتحايلي عليها عشان تيجي؟ استعملي بقى. بس انا مستغرب له، انت اي جريمه بتقابليها بتهتم بيها بالشكل ده؟ لا طبعا، بس المره دي السفاح بيموت الستات، يعني كان ممكن اكون انا مكان واحده من اللي قتلهم، وكمان عندي احساس ان هم بيدوروا على الشخص الغلط. يعني لو قبضوا على الجربوع اظن الجرائم هتفضل مستمره. مع احترامي لكل اللي قاله استاذ كرومبو، لو كان عنده ده كل الكلام ده مجرد استنتاجات، يعني كل الحاجات دي ممكن تطلع في كنافه في الاخر. ازاي اعرف المكان المخيف ده؟ عارف هو الدكتور الخربوطلي ده ممكن يبقى عنده اصحاب ويجوا ظروف الحته المقطوعه دي؟ دكتور الخربوطلي ده ما يصاحبش غير اتنين، يا دراكولا يا فرانكنشتاين. عزمي عزمي ايه ده؟ انا اسفه، انا بس خفت. لا اسفه على ايه؟ الموقف مخيف فعلا. لا انا اتخضيت. ما انا كمان. اوكي. ايه ده؟ ايه هي العربيه دي؟ فيها فتحه سقف. فيها. وده فرق في السعر ولا صاحب المعرض ما كانش عنده نظر؟ فرق جامد. يعني ايه ما تعرفش؟ هو مش ساكن في الشقه دي؟ والشقه دي المفروض انها في عمارتك انت؟ يا سعاده الباشا، العماره دي مخالفه ومفيش حد ساكن فيها. سعادتك انا من يوم ما بنيتها طلع لها قرار ازاله وانا متشحطط في المحاكم. ايوه انا كان عايش هنا ازاي؟ اقسم بالله العظيم ما اعرف. الراجل ده سعادتك نزل برشاطه على الشقه. ايوه باشا، ده كله تمام يا فندم. ايوه فندم، انا متاكد تماما. ده سايب جواب فيه اعترافات وبخط ايده كمان. ده غير ان متعلقات كل ضحايا موجوده برضه في الشقه. كله بتوجيهات سعادتك يا فندم. مع السلامه. ايه اللي جابك هنا؟ انا بتابع شغلي. بأمرت ايه يا دكتوره؟ انت ناسي انك موقوف عن العمل ومتحوله كمان للتحقيق؟ وهو طلع مسجل خطر وسايب جواب فيه اعترافات هو بخط ايده. ده غير ان بصماته موجوده على كل مكان في الشقه. احنا لو كل واحد مننا ياخد باله من شغله ما كانش ده بقى حالنا. احمد، انت مصدق ان الجربوع هو السفاح؟ حتى لو ما صدقتش، الراجل كاتب جواب معترف فيه بكل اللي عمله. ده غير ان هم لقوا جثته في نفس المكان اللي بيقتل فيه ضحاياه. صح، بس برغم ان الادله والشواهد بتقول ان الجربوع هو السفاح، لكن انا قلبي بيقول ان مش هو. طب قلبك مالكيش حاجة تاني؟ لا يا أحمد، أصل أنا بحبش أقرب للمنطقة دي خالص. ليه؟ منطقة ألغام؟ بص، أنا مريت بتجربة فاشلة، قعدت متجوزة 5 سنين، كان دايماً في مشاكل بينا بسبب شغلي. ليه؟ أنت كنت بتاخد الجثث معاك البيت ولا إيه؟ هو كان دايماً بيتهمني إن أنا مش مهتمة بيه، وإن شغلي واخد كل وقتي. وأنت برضه بصراحة شغلانتك صعبة أوي. ما برضه مش أي حد يتجوز طبيبة شرعية. على فكرة أنا ممكن أتجوز طبيبة بيطرية عادي. بس هتبقى بالرقة والجمال ده. أحمد من فضلك، بلاش نتكلم في المواضيع دي تاني. أنا ما اتكلمتش في حاجة، أنت اللي عمالة تقولي مناطق وألغام ورومل. بس تصدق المنظر من هنا تحفة؟ دي أول مرة تشوفي 6 أكتوبر من فوق. إيه اللي هناك ده؟ ده أركان. وده بقى داندي مول. هو ده هايبر يا عبلة. هو الجربوع اسمه الحقيقي إيه؟ يا باشا انا من ساعه ما عرفته وهما بينادوا له جربوع. ايوه يعني الجربوع اتولد هنا؟ ايوه يا باشا، هو الجربوع نشأ وترعرع. ايه نشأ وترعرع؟ وانا بسالك عن طه حسين، ده قتل قتلة. هل الجربوع كان باين من تصرفاته انه ممكن يقتل بالمنظر ده؟ والله يا باشا ما حدش فينا مصدق ان الجربوع يعمل كده. هو صحيح عيل شمال ولبط، بس ما توصلش درجه القتل. يا باشا ده من ساعه ما طلع مراته من يجي 3 سنين ولا حد شاف خلقته في العيب. كما عودناكم على الانفرادات واللقاءات الحصرية، الآن اللقاء الأول والحصري مع أنسة الجربوع، طليقة خميس الجربوع، عزة العفش. تقدري تقولي لنا إيه سبب طلاقكم؟ كان لعبي كده وعينه زايغة وكان بيتحبرش بالنسوان. بيتحبرش؟
طب هو ما حصلش اي اتصال ما بينكم من ساعة الطلاق؟ ابدا، 3 سنين ما شفتش خلقته، ده حتى ما فكرش يوم يجي يشقها العيال. يلا الله يرحمه بقى مطرح ما راح. تفتكري ايه الدافع اللي خلى الجربوع يرتكب الجرائم دي؟ انا قلبي مش صافي له لكن الجربوع ما يقتلش. ما يقتلش ليه يا مهندس ديكور؟ وبعدين ده معترف وساب جواب بخط ايده. جواب ايه يا باشا؟ الجربوع بصماجي، يعني لا بيعرف يقرا ولا يكتب. بصماجي لا بيعرف يقرا ولا يكتب؟ ممكن اعرف ايه هي الحاجه المهمه اللي تخليك تنزلني من بيتي متاخر كده؟ هشرح لك، هقول لك ايه الموضوع. ومين ده كمان؟ هكون سواق اوبر حضرتك، ما انا صاحبه. ما تهدى يا عم شاكر، ده شاكر صاحبي وبنعمل كل التحقيقات الصحفيه مع بعض، ده غير انه عبقري في الكمبيوتر. دي حقيقه. يعني انت منزلني من بيتي عشان تعرفني على بيل جيتس ده؟ ايه في ايه؟ ما تهدي علينا يا ست الفلحوسه، مش انت اللي بتسالي يا جدعان؟ انتوا هتتخانقوا مع بعض ولا ايه؟ الموضوع ان شاكر عمل تحقيق صحفي مع مرات خميس الجربوع، وفي في التحقيق ده حاجه مهمه لازم تشوفيها. جواب ايه يا باشا؟ الجربوع بصماجي، يعني لا بيعرف يقرا ولا يكتب. صدقتني؟ كان عندك حق. عارفين يا جماعه، الفيديو ده اول ما هرفعه على الموقع هيركب الترند خلال ساعه. لو سمحت الفيديو ده مش هينفع ينزل خالص. ليه قطعت الارزاق؟ ما تشوفها يا احمد. ايه ده يا عمنا انت؟ عشان الفيديو ده لو نزل والسفاح الحقيقي شافه هياخد احتياطاته وممكن يختفي خالص وما يتمسكش. يعني قصدك ان احنا نسلم الفيديو ده للبوليس؟ البوليس بالنسبه له القضيه اتقفلت خلاص، ومش كلام يعني طريقه الجربوع اللي هينفي التهمه عنه. احنا محتاجين دليل قوي. يا نهار اسود، المكان الكئيب ده. ما احنا داخلين بيت سفاح، هو احنا داخلين بيت سهير البابلي؟ يلا ادخلوا. حسبي. ايه دي؟ علامات مسرح الجريمه. حاسب ما تدوسوش هنا، دي جثه الجربوع. المكان اللي كانت فيه الجثه. المكان شايفين السواتير والسكاكين دي؟ ايوه، دي الادوات اللي كان بيذبح بيها الضحايا بتوعه. يا نهار اسود، ده لو بيذبح حقول فريزيا مش هيستخدم الادوات دي. في صوت ميه بتنقط. دي اكيد حنفيه جلدتها بايظه او ماسوره مشروخه. طبعا اذنكم. انا على فين؟ هجيب سباك واجي. يلا نشوف فيه ايه. انت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ لا انا اخر الليفنج، اتكلوا انتوا على الله. انت ما سمعتوش ولا ايه؟ بيقول لك اتكلوا انتوا على الله. انت حاسبني اروح لوحدي؟ لا، ما هو اصل هو يتيم وسنته مكسوره. يلا امشي قدامي. حنفيه وبتنقط ميه، احنا مالنا؟ ما تيجي تمشي. استر يا رب. ايوه. اظن الحمام فاضي، يلا بينا نمشي. افتح الستاره. مش كويس يكون حد بياخد دش ولا حاجه. افتح. شايفه فار مرمي قصادها. طب القطه دي جت منين؟ من هنا. ده باين له شفاط. طب وايه اللي طلع القطه عند الشفاط؟ لا، ما انا مش جوزها عشان اعرف. طب هتطلع احمد تشوف في ايه؟ طب ما تطلع انت. اطلع ازاي وانا لابسه جيبه؟ اطلع يا احمد. حاضر. اخلص. حاضر. شبك. حاضر. يا نهار اسود. ولا شاكر ولا دخلتك هنا. هلا اخلص يا عم بالعربيه الجيب اللي انت لابسها دي. بس ده مش شفاط يا جماعه. لا شفاط. مش شفاط. لو مش شفاط يبقى ايه؟ خلاط. خلاط يا جماعه. اخلص وانا اللي شايف. ايوه اخلص. ثانيه واحده.
زي ما بقول لحضرتك كده. يعني كل اللي انتوا عملتوه ده واندسيتوا وسط الممثلين وكنتوا هتبوظوا لي اليوم عشان الهري اللي اتحكى لي ده؟ اه والله العظيم يا استاذ احمد. انتوا بتهزروا مش كده؟ بتهزروا؟ يلا ادي التهو. ارتومانية ايه وشيزوفرينية ايه؟ انا فاضلكم. والله يا سقبي انا دكتور محترم واسم الدكتور شبراوي عظيمه. عظيمه يا مصر، عظيمه على نفسك، غور ياض من قدام. يا استاذ احمد صدقني ده دكتور بجد، ما يغركش هو شكله عجلاتي، بس صدقني دكتور طلع له كارنيه عم انت. والله يا استاذ احمد احنا اسفين جدا، بس انا فعلا عملت كده عشان يقابل حضرتك والله مش اكتر. اللي انت عملتيه غلط، افرض الكلام كانت عورت حد فيهم، اروح انا فين بقى؟ انا كلم رئيس التحليل بتاعك يا نسمة. اهو 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 يا سقبي الكارنيه بتاعي اهو، وادي ورق حاله نسمة. انت اللي بتعالجها؟ ايوه. طب ما لازم تتهبل طبعا. حول ولا قوه الا بالله. انا بيتي بتخرب وغلاوه هند صبري عندك تساعدني. الله شكله قفش مع هند. ما تجيبش ريتها قدامه. طب وحياه منى زكي عندك تساعدني. الله. طب ياسمين عبد العزيز تاكل ولا ايه؟ اسمع انا اسود ومنيل. ايه ده انت بفضل. انت خلصان يا ابني، ما ليه حق تعمل معاك كده. انت صعبت عليا. ربنا يخليك. وانا قررت اقف جنبك. الله يخليك. بس تسمع اللي هقول لك عليه. اللي تؤمر بيه. بكره الساعه 8 تستناني في بيتكم وتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بس كده. الهي ربنا ما يوقع لك فيلم. امين. الهي ربنا يجعلك في كل رمضان مسلسل. امين. يا رب تعمل الجزيره 3. امين. عمر. يا عمر انت هتشحت عليا يا عمر. انا هعد لغايه واحد ما اشوفكوش قدامي. اللي تؤمر بيه. يا دكتور عظيمه. الكارنيه. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب؟ ايوة بس انا عيد ميلادي مش النهاردة. لا ازاي؟ عيد ميلادك النهاردة يا منصور. ايوة صح صح يا عم مظبوط، الواحد ناسي ده. انا عيد ميلادي النهاردة مظبوط. وانت طيبة حبيبتي. طيب يلا خد شوف الهدية بتاعتك. ايه ده؟ جلابيه وكلسون بدل اللي اتبهدلوا يا منصور. ايوه بس انا لا بلبس جلاليب ولا كلاسين. لا ازاي؟ ده منصور ما بيلبسش غير جلاليب يا منصور. انا مستغرب انت لابس كده ازاي؟ ايوه يا منصور انت ناسي ولا ايه لما الجلابيه اتقطعت؟ ايوه صح مظبوط، دي الجلابيه بتاعتي اتقطعت. ايوه وانا مع المطاريد بنجري فوق الجبل، فوانا نازل على الحصان الكلسون راح مفتوق مني، فانا فعلا محتاج كلسون جديد. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ايه ده؟ نبوت جديد جلد تمساح لاكوست. لاكوست ده انا كده بقى محتاج عم بولو وعمده منهاتن. ودي تفوتني عم بولو عشان تبقى عمده منهاتن يا ابن الظريفه. ده متشكر عمي. طب يلا بقى ممكن تطلع تلبس الجلابيه عشان نلحق نطفي الشمع. يلا يا ريت. يلا ما تفتحش يا ابن. انا اللي هفتح. كل سنة وانت طيب يا خط الصعيد. خط الصعيد ايه؟ ده انا بالجلابية والكلسون ده ما حصلتش الرئيس متقال. انت ايه اللي جابك؟ السربرايز بارتي. خش. بقول لك ايه؟ السقا جه؟ لا ما جاش وشكله كان بينيمني. ما تقلقش انا عامل حسابي. خد الشنب ده لزقه هتبقى منصور الحفني. تفتكر؟ عيب عليك. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو منصور. Happy birthday to you. Yep. Off, off. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aya, 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 aya. Enzil khanda. Enzil khanda. اطلع يا عمر الشرقاوي. كلم اخلص يلا يا عمر الشرقاوي. اسمع انا عايزك تاخدي بالك من نفسك، لو جرالي حاجه
انا عايزك تعرف ان جوزك مات بطل. جوزك مات بطل يا اخي. وشي يا عم ابو البسكوله. يطلع بقى يا عمر الشجاوي. جاي لك يا منصور، جاي لك يا منصور. ايه خزنتك فضيت يا عمر الشرجاوي؟ الموضوع قلب بجد ولا ايه؟ عموما مش منصور الحفني اللي يقتل غدر، اطلع لي راجل لراجل. مش اصول تعمل كده في البيت والبيت في حريم يا كبير. البيت بيتك والحريم حريمك يا كبير. بتغفلني؟ ماشي يا عمر. انت كويس؟ انا زي الفل بجد؟ زي الفل. خش جوا بس عشان بتمطر. عم قوم اضرب اضرب. ما يصحش الزحمه تدبتنا. امال انا سايب شغلي وجاي ليه؟ اضرب. انت بتضرب بجد؟ انا اسف معلش، اصل انا سخنت فالجلاله خدتني. طب اضرب قبل ما ربنا اللي ياخدك. السكينه فين؟ في المطبخ في المطبخ. لا لا مش زيح مش زيح. ميه حمرا ميه حمرا. قتلتك يا منصور، قتلتك يا منصور يا حفني. من النهارده مفيش منصور. في عمر، في عمر. عمر كل دي ترابيزة بيعذبوك عليها وانت برضو ما اعترفتش؟ انا ما اعرفش الشنطة فين. انت جاحد. لا انا مش جاحد، انا غلبان. كل دي اسلحة وبرضو بقولتش فين الشنطة. ما انا مش فاكر فين الشنطة. انا مصدقك. هما مش مصدقينك. فين الشنطة يا حاج؟ لا زورو لا زورو. لا يا أمّا فين الشنطة؟ مش فاكر. فين الشنطة؟ أنت بتحب الضحك. بحب الضحك. هو مين في المكان الوسخ ده ما يحبش الضحك؟ انت بتضحك غلط. طب ايه رأيك لو سمعنا حاجة حلوة ممكن تفكرنا؟ يلا البس. حلوة جيزو. الواد برضو مهما كان، كان في يوم من الايام صاحبنا. انا بقول ان انا ريحه، انا هموته. هموته وهو. استنى انت وهو. انا افتكرت ده انا معايا كارت بتاع مناوم مغناطيسي اللي لقيته في الشنطه بتاعت الفيس، يمكن ينفعنا. وريني كده. بروفيسير التمويم المغناطيسي كريستيانو باشاندي
وانا جايبه له من عيني نادي ده. خش خش خش. هو الراجل ده ساكن في متحف محمد علي ولا ايه؟ ده قصر القميص طالص. ستوب روكي أتكروي. ماشي حلوة نتفتش، بس شوف لنا اوضه نتكني فيها ونتفتش. روكي أتكروي. ماشي، بس على فكرة انا بتفتش ذاتي. روكي أتكروي. كلوتي انا جاي هنا غصب عني. روكي أتكروي. ايه روكي أتكروي كده. ايه اللي بتعمل ايه ده؟ روكي أتكروي. لا انا مش روكي. روكي روكي أتكروي. لا انا ما بتفتش. يا عم في ايه يا عم؟ بتعملي ايه؟ ايه باظ؟ حاجة خفيفة عشان الطريق بس. ما خلاص بقى. الله لا مش لاقيه يا ستي. خلاص يا مروكي. خلاص يا مروكي بقى. شو ده؟ ايه شو ده؟ نتفضل اتفضل اتفضل ساعتك. قلت لك اتكلم لغه ثالثه. بس ايه المتحف ده ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده رحيم فين؟ ايه ايه الرحمن الرحيم؟ انت طلعت لنا منين يا طلعت من اي حته؟ انت في حاجه وقعت منك؟ مفيش حاجه يا عم، احنا عايزين البروفيسور. عايزين البروفيسور؟ اه اصل احنا لمؤاخذه قاصدين البروفيسور ده يعني عشان معانا حاله. على فكره انتوا حظكم حلوه قوي قوي قوي، البروفيسور النهارده كان عنده مشوار واتلغى، فكده ممكن يقابلكم. طب يلا بقى نفسك معانا يا معلم. شحته شحته. هو ده بقيت السحر؟ شو على هنا؟ اتفضلوا هنا. قول له احنا جايين ليه؟ ابدا ابدا سيدي، احنا حمزه صديقنا كان سايق العربيه وعمل حادثه وفقد الذاكره. حمزه هو كان معاه ورق مهم قوي فهو خباه في حته واحنا مش لاقيينه. اتفضلوا استريحوا. يعني هنفضل كتير واقفين يا معلم؟ طب احنا واقفين دي احداد ولا ايه؟ ايه ده؟ ده هيطير ده ولا ايه؟ أعقل ورسيلك على قارة. الظاهر مفيش حد جوه. طب نجي لهم وقت تاني. أنا بقول نسيب لهم ورقة. إيه ده يا سمو الأمير؟ ده العلم يغني؟ شت. ده العلم بيسكر. يا عم إيه ده يا عم؟ قول له يشرب وما يخافش عشان يسهل علينا المهمة. يقول لك البروفيسور لا تخف اشرب، إن هذا المشروب سيسهل لنا المهمة. لا أخد إيه؟ مش هاخد حاجة، مش هعمل حاجة من دي. حمزة عود عمك الخفاش واشرب شوية بس عشان تسهل المهمة. لا أنا مش هشرب أنا. حمزة ساعد الساحر، خلينا نتسحر. خلينا نعرف الورق ده طريقه فين. اشرب. قولوا لا مؤاخذة في دي الكلمة يسيب الكوباية. يقول لك البروفيسور لا مؤاخذة ضع الكوباية. هعد من واحد لثلاثة. هحط ايدي الشمال وانت تحط ايدك اليمين في اللفة التالتة. في اللفة التالتة. ركز.
لا برافو عليك. يلا بينا نمشي، ده راجل هايل. غمض عينيك. يقول لك البروفيسور غمض عينيك واحلم معاه. بعدين كوميديا. شايف ايه؟ ايوه انا شايف اهو، انا شايف ميه. ايوه شايف ايه كمان؟ وصل. وفي واحده انا مؤاخذه كده بتغسل وعريانه كده. ما تبصش عليها يا هناء. ايوه هناء. انا عرفت الشنطه بتاعتكم تبقى فين. ها؟ بس اللي جواها مش ورق، دي فلوس وليا فيها 20%. كفايه 15%. كلمه زياده هيبقى 40%. بس يا معلم خفاش، 25% واحنا ارتضينا. بس تشوف لنا المصلحة دي في انهي ايديا او جبهة. زي ما وعدتكم بالظبط، جبتكم لمكان المصلحه. يا نهار ازرق، الواد بيقلع الجلابيه، هو مفكر نفسه في الساحل؟ ده مفعول المشروب اللي انا شربته له. بس شايف المايوه فظيع. عجبك ده؟ لا فظيع. مش عايز مراوغات. اجيب لك فراخ بانيه؟ انا عايز الفلوس. جميل تحفه، انا مجربها. الفلوس. ايه ده؟ بص بص، ده طلع صناره. ايوه طلع سمارة عشان نصطاد بيها الفلوس. يا عم الحاج احنا هنهينك انت والواد الصغير اللي معاك، احنا عصابة مش مصدقيننا ليه؟ ده في شاي وفي لازمة سجاير وعايش حياتي. متشائم والله من العملية دي من ساعة ما لبست رؤى دوت. وانت عاملة رؤى؟ لا معلش بقى. هي عاملة رؤى بس انا مش عامل عبيط. ايه ده الجو؟ بيطلع سلسلة. سلسلة؟ سلسلة. ما هي دي المصلحة. الشنطة دي بقى لها قد ايه يا ابني في المايه؟ حوالي شهرين تلات اشهر اربع اشهر. انت يا ابني قبل ما تخزن البضاعة في الملاحة ما حطيتهاش في كيس نايلون؟ انا لفيتهم في فويل. فويل ايه يا ابني بس؟ انت كنت ناوي تحطها في الفرن. وبعدين ينفع معلم زيك يا حمزة ما يعرفش اصول التخزين؟ طب حد ينزل معاه الملاح؟ حد ينزل معاه والنبي؟ انزلوا انتوا الاتنين معاه. ها؟ انزل انت يا رؤى. لا انزل ايه، انا نزلت قبل كده مع ابو كمال وغرقت. انزل معاه انت يا ضفدع. لا يا بروفيسور في قنديل. مش ده اللي بيقول وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني يقول لك سلامات هون. بس والعمل يا فسواني يعوض عليك طبعا. ايه شعبري ملاحة والملاحة اصلا عليها يا خضر عليها ملاحة ملاحة حمام سبيه يعود عليك ربنا. ف
فلوسك غرقت في بحر الظلمات. الملاحة والملاحة والفلوس راحت في الشلال. الماضي بقى له اسبوع بدخله الملاحات واخرجه ما ادانيش غير 100 جنيه. الراجل ده بتشوفه بقالك اسبوع؟ ايوه بقالي اسبوع وانا اللي مغرق معاه الشنطة. انت اللي مغرق كمان معاه الشنطة؟ مين؟ جيزو. الفلوس فين يا حمزة؟ ما اعرفش. الفلوس فين يا حبيبي؟ ما اعرفش. الفلوس فين؟ ما اعرفش. ماشي، احنا قلنا ان امك اكيد وحشتك فجبناك عشان تشوفها. طبعا تحب تشوف أمه مبسوطة واحنا هنبسطها عشان تقول الشنطة فين. الشنطة فين يا حمزة؟ مين دول؟ مين دول يا حمزة؟ شنطة ايه؟ انت ايه يا عادك؟ انت ما مشيتيش ليه؟ ما لحقتش يا ابني، ما لحقتش. ماما انا جاوبك على سؤالي. للأسف انت ما عرفتيش تربي يا حاجة. حمزة حرامي سرق مننا فلوس واحنا عايزين. حمزة قلت لك حل من اتنين، يا تقول لنا الشنطة فين يا اما تشوف امك وهي بتموت. بتموت بتموت. قول لهم حمزة. معرفش معرفش. الفلوس فين؟ الفلوس فين يا حمزة؟ معرفش. قول لهم يا حمزة. يا آخر مرة يا حمزة، الفلوس فين؟ معرفش. منير اشتغل. بلاش المسدس، وشك لفوق شوية يا ماما. باتي اللي باي. منظر الروح وهي بتطلع يخلي أي حد يتكلمنا. سيبهم وأنا أقول لك فين الفلوس. إحنا آسفين يا حاجة، أصل العيل الوحش بيجيب لأهله المشاكل. ترى يا ابو الكباتن، احنا بقالنا ساعتين قاعدين ومفيش جديد. احنا الكلام ده ما ينفعش معانا يا شبح، والتيتا دي مش جايه من وراها اي مكسب بالنسبه ليك، وانت حبسنا في العربيه لا عارفين نشرب سيجاره ولا عارفين ننزل نعمل زي الناس. انت نزلت 50 مره تعمل زي الناس، مفيش ناس بتعمل كده. علي الطلاق بالتلاته، اما كنت تزودنا باكو في المصلحه دي هنقلع الشرابات ومبوصالك. على فكره انت لسه لابس الشراب في دماغك. مش هتقولي بقى رايحين فين؟ انا عامل لك مفاجاه تحفه حبيبتي، هعشيكي في مكان من الاخر. مش فارق معايا المكان، فارق معايا ان انت سبت نبطشيتك عشاني. نبطشيتي؟ صحيح، ده انا سبت نبطشيتي فعلا، فكرتيني. ده انا حبيبتي محتاجه اكلم العسكر المراسله بتاعي علشان اطمن على المجرمين في الحجز عاملين ايه، لانهم ساعات بيعملوا بلاوي سودا. ما يلا يا رجاله لو سمحتوا بسرعه عشان مفيش وقت. ملناش دعوه، عايزين ال 1000 جنيه. انت هتشوط لي ولا ايه؟ ايوه يا عمر. ايوه يا ابني. اخبار المساجين السفله اللي في العجز عاملين ايه؟ موجودين اهو يا عم وقاعدين وعايزين 1000 جنيه زياده. طب ما تديهم وتنجز علشان الشنكل هيخش في سقاطه. يا نهار اسوح، بقول لكم ايه، خلاص هديكم 1000 جنيه بس يلا بسرعه، الشنكل هيخش في سقاطه. We'll be right back.
مساء الخير. مساء النور يا فندم. رخص بعد اذنك. تحت امرك. اتفضل يا فندم. ايه ده انت اسمك عمر؟ يا فندم عمر. عمر ها؟ عمر 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 يا فندم. بس رخص من تاني يا استاذ عمر. ما انا الحقيقه يا فندم ما كانش عندي وقت اجددها، انا اسف. طب معلش انا مضطر اسحب رخص يا استاذ عمر. عمر؟ عمر مين؟ خد مراتك واهرب. لا خد مراتك واهرب يا عمر. لا يا عمر. مش عمر الشراوي اللي يهرب. بصير مش عمر الشراوي اللي يهرب. مش عمر الشراوي اللي يهرب. منوره يا هانم. البيت منور باصحابه يا حبيبتي. انا حبيت نادين قوي على حب ابراهيم ابني ليها. اول ما وراني صورتها على فيس ما استنتش لحظه، على طول عملت لها اد وبقينا نعمل لايكات لبعض وشير وبقينا نبعث لبعض قلوب حمراء. ميرسي قوي يا طنط. معلش يا جماعه قبل الكلام على اي حاجه، انا واحد ام ولدغه يعني مش باقي على الدنيا. ولا يهمك يا حبيبي. على فكره هما الولاد حابين بعض قوي، وابراهيم جاهز من مجاميعه، عنده شقته ما فاضلش بس غير الاجهزه، هتنزل عروستنا تشتري كل اللي نفسها فيه، ولو مش عاجبها الشقه اغيرها. لا ليه مش عاجباني؟ ليه هي عاجباني ما فيهاش اي حاجه اصلا. مش لما ابوكي وافق الاول اتهدي بقى. يا مامي ايه يا جماعه، هو عمه بقاله 9 ساعات في الحمام ولا ايه؟ ما تشوفوه لا يكون غرق في البانيو ولا حاجه. انا بجد اسفه، اكيد هو عنده مكالمه مهمه، انا هطلع استعجله. يا ريت يا مامي لو سمحت. انت لسه ما لبستش لغايه دلوقتي يا شوكت؟ ومش هلبس يا كاميليا، مش هلبس. كفايه تلوى دراعي في جوازه نسمه، مش هتلوى دراعي تاني ابدا. ولزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان انا اتفقت مع الواد دوت انه يجي لي لوحده، اتفق معاه واشوف الكوت هوافق على الجوازه ولا لا. وايه اللي حصل غير كده يا اللي حصل انه جايب لامه حضرته بيحرجني. انا مش هنزل يا كاميليا، كفايه انه من طرف 7 البروبا جوز بنتك الصغيره. فيه يا بابي؟ ابوكي مش موافق على الجوازه يا حبيبتي. ايه؟ انت بتعملوا فيها كده ليه؟ بصي خلقتها؟ حرام عليكم والله العظيم، يعني انا اختي الصغيره اتجوزت قبل ايه وانا واقفه على مسكه ليه؟ بس الناس كانت وش كانوا وشها فين؟ ما وشها زي ما هو. انا بموت نفسي والله العظيم، لو نزلت معايا دلوقتي هموت نفسي. ايش السلاح يا بنت كلب؟ انت شايف العند بتاعك هيوصلها تموت نفسها؟ ما تهزيش ايديها يا كاميليا. انا مالي؟ هاتي فوت هاتي يا بنت كلب هاتي. انزل معايا. انا هنزل يا نادين، هنزل يا كاميليا، لكن يكون في معلومكم مش معنى نزلت ان انا هوافق، انا هنزل اقيمه واشوف. طب ممكن تلبس بقى من فضلك؟ مش هلبس، انا هنزل كده. يلا طب يلا يلا. لا يا طنط رايحين فين؟ ما يصحش، بابي زمانه نازل. يا ابراهيم صدقني احنا غير مرغوب فينا. اهو جاهو. سلام عليكم. مين ده؟ شوكة الحجار، صاحب البيت والجاتوه والشاي اللي طفحتوه ده. هو ايه اللي لابس ابوه كده نسمه؟ هو جاي قبل العريس ولا نازل يصلي الجمعه؟ ما تاخذونيش، انا قلت انزل على طبيعتي، انزل بجلابيه، ما رضيتش البس بدله مع ان الدولاب هيقع من البدل. ثم انتوا فاجئتونا بالزياره، في حاجه اسمها تليفون، امروني. ويا ترى هنأمرك واحنا واقفين كده ويا تسمح لنا يريح؟ لا ييحوا. هي لازم رقم حرف كله. انا هخش في موضوع على طول. يا ريت، لاني ما عنديش وقت.
احنا جايين شايلين بنتك نادين يا ابننا ابراهيم. ابراهيم جاهز من مجاميعه وشقته عنده، وعروسه شافتها وعجبتها قوي. ويا ترى العروسه شافت الشقه فين؟ على الموبايل يا بابي، على الموبايل. فيه انت شفت الموبايل فين يا بنت الكلب؟ شوكت مش معقول كده بقى، خليها تتجوز هي بتحبه وهو بيحبها. انا شايف يا عم ان احنا نقرا الفاتحه ونكتب الكتاب ونجيب الشبكه وصلي صلي. محجوز لك القاعه بالمره يا قمر. محجوزه يا عمي والله، خدتها من على بوقي، محجوزه القاعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حاجه هتتم الا موافقتك، ده انت الخير والبركه. هي شوكت بيني اقرا فاتحه؟ جرى ايه يا هانم؟ ده انت المفروض بتفهمه في الاصول. نقرا الفاتحه ازاي؟ مش تستني لما اسال على المحبوس ابنك؟ بقول لك يا عمي، لو عايز تسال على ابراهيم اسالني انا، ده صاحب عمري اضمنهولك برقبتي. ما هي دي المصيبه. عمي انا رايي ننجز بدل ما الواد يتخطف مننا. نقرا الفاتحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحه اللي هتتقري يالا. بنتي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم. امين. وبالمناسبة السعيدة دي بقى، احنا عندنا شايم قطقط كده في عين السخنة، ايه رأيكم نعمل يحيى ترفيهية يوم الجمعة وعزمكم على أكلة سمك؟ عجبك المطعم يا شوكت بيه؟ هو بتاعكم؟ ايه؟ عارفة؟ على ماي ماي بصر من هنا الشاي بتاعنا مساحته 64 متر يجري فيهم الخيل. وحضرتك بتعملي اعلان للوسيط؟ ما دماغنا بقى. شوكت مش معقول كده حركت الست، عماله تتكلم على الحق اللي عايشه فيه وكانها عايشه في قصر المنسترلي. ايه القرف ده؟ شوكت من فضلك بقى افردها شويه. بقول لكم يا جدعان، احنا بعد اكله السمك دي هنروح نركب الكليفريت. تلفريت؟ والله انا بحب التلفريت. انا مدمن كليفريت، انا بستنى بقى لما الباب يقفل واروح متشعبط فيه من ورا. بجد عملت كده يا هيما؟ عيب يا قلبي هيما. طب بقول لكم يا جماعه، ما بلاش موضوع التلفريت ده عشان انتوا لسه واكلين، فممكن معدتكم تقلب فترجعوا في وش بعض. يعني ايه معدتهم تقلب؟ انت مش ناوي تركب معاهم ولا ايه يا صابع البرومبه؟ لا عمر بتهزر، مش هتركب تلفريت؟ لا يا حبيبتي ازاي، هركب طبعا هركب. هو فين التلفريت؟ فين التلفريت؟ يا ناجي يا ناجي اسمعني بس يا ناجي، والله العظيم انا خايفه. ايه يا داليا يا حبيبتي، خايفه من ايه؟ ما انا معاك اهو، يلا بس يلا. راح فين يا بيه؟ اقطع حمولك ثلاث افراد. ثلاث افراد ايه ده؟ لسه في سبعه انفار داخلين في الكابينه اللي قبلينا. على العموم بقول لك ايه، انت خد نادين ونسمع وسبقوا انتوا وانا هحصلكوا بري. ايه عمر ده، احنا مش هنطلع من غيرك. ليه هو انا اللي هسوق؟ خد نسمه في كليفريت وانا هاخد نادين في كليفريت. ها وكله يدلع نفسه. ماشي ثانيه واحده. بقول لك يا ريس، هو البتاع ده ما فيهوش باراشوت؟ باراشوت ايه يا بيه؟ انت راكب هليكوبتر؟ لا لا ما اقصدش، انا اقصد يعني ما فيهوش حزام امان. ما فيش حزام امان، وبعدين الكابينه معموله لها صيانه، انت خايف؟ لا والله العظيم، يا راجل مش خايف. والله العظيم بخايف. العمار بقت بالله يا راجل. ده موقفين حنوتي على التليفون. يلا يا عمر. بقول لك ايه؟ انا بكتيري قوي اسبوع 10 ايام بالظبط يعني. أيوة. وهاجي اجيب الشبكه وهب عليكم. والله العظيم اقسم بالله انا عامل كده، ابوكي ده لازم يتذبح له القطه ويتاخد على الحامي كده في اولها، بعد الشبكه بشهر بشهر. ايوه هجيب قرايبي من دملج واجي اتجوزي. لا 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 بقول لك ايه يا نسمة، عايزين نهدى شويه علشان حمل الغسيل اللي احنا متشعلقين فيه ده ملوش امان. حمل لا 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 بلاش كده بلاش كده. طب انا هفضل اتصور كده لوحدي ثلاث صور معايا. لا 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 انا رايح حبيبتي نيجي نتصور جنبي هنا علشان الفيو من ورا هيبقى تحفه. واسال الفيو تحفه ده مش باين من واحنا قاعدين هنا، لازم نقوم. نقوم فين؟ في برطمان المربى اللي احنا فيه ده؟ خليك قاعد. يلا يا عمر انا مش عارفه انت بس خف من ايه. ايه ده؟ في ايه؟ امسكي كويس، احنا معاكي. ايه؟ يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. انتي بتقلق يا خرابي نسمة. امسكي يا نسمة كويس، خدي بالك يا بنتي. اسمع كلامه، اسمع كلامه، ده عايز مصلحتك. الحال يا عمر، المنظر مرعب من هنا ومن هنا كمان. انا حاسه ان ايدي بتفلت. ما هو انت غلطانه برضه يا حبيبتي، محمله على ايد واحده، حبه شمال وحبه يمين وهتتقطع. هو في حد معايا فوق؟ امسكي كويس يا نسمة. مش عارفه. امال فين كوز الدره اللي معاكي؟ كوز الدره بقى في شهر. امسكي كويس. مش عارفه مش عارفه. ربنا ما بينساش حد. اجمدي يا حبيبتي اجمدي.
لا 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 الحمد لله رب العالمين، احنا بقينا احسن بكتير. احسن ايه دكتور؟ دي بقى لها اكتر من شهر لا شافت حد ولا خرجت ولا نزلت ولا حتى التلفزيون بتتفرج عليها. لا يا كاميليا هانم، احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش تلفزيون، مفيش انترنت، مفيش سينما، احنا عايزين بنوتتنا تقعد في هدوء شويه. طب ينفع يا دكتور اخدها وننزل نخرج شويه نغير جو؟ نسمع، مش عايزه تخرجي شويه؟ لا. مش عايزه ترجعي بيتك تشوفي عمر؟ مش عارف. اتفضل يا دكتور. ايوه يا ابني. لا 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 خليك انت في العربيه دلوقتي على ما اظبطه لك، ما تقلقش، 3 دقايق وتعالى بالظبط. مش عارف حاسس. سلام بقى عشان نازلين سلام. يعني انا عارف يعني نيرفز. انا مش نيرفز يا دكتور، ارجوك اتفضل اتفضل ارتاح. انت مش عارف تصدق لغايه دلوقتي ان احنا مش هنسلم؟ بس بقى بص يا شوكت، انا مقدر ان نسمة عانت الفترة الاخرانية من حاجات كبيرة قوي، بس الحمد لله ابتدت تتعافى وتعدي المرحلة الصعبة دي وبتتحسن، بس تحسن بسيط. ايوة يا دكتور، يعني البنت هترجع لحالتها الطبيعية؟ Of course not. قصدك يا دكتور؟ انا رأيي ان كفاية قوي شهر نسمة بعيد عن بيت جوزها. انا شايف يا عمي ان الدكتور شبراوي عنده حق. بيت ايه وجوز ايه يا دكتور؟ ما لو كان بياخد باله منها ولا محافظ عليها ولا قادر يحميها كنت رجعتها له من زمان. انا شايف يا دكتور شبراوي بقى المره دي ان عمي فعلا عنده حق. شوكت، نسمه لازم تمارس حياتها الطبيعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نسمه لازم ترجع بيت جوزها، ده العلاج. ثانيا ندي عمر فرصه تانية. قصدك ثالثه؟ شوكت مساء الخير عمي. ايه اللي جابك هنا؟ لا انتوا متفقين مع بعض؟ بص يا عمي، انا عارف ان حضرتك زعلان مني، بس انا اكتر واحد بيحب نسمة بنتك واكتر واحد بيخاف عليها. بتخاف عليها؟ بأمارة ايه يا حبيبي بتخاف عليها؟ عرفت تنقذها لما تلم عليك العيال الصيع وسعلوك في الارض؟ شوكت، عرفت تنقذها من الغرق؟ شوكت، لحقتها لما وقعت بالتلفريك؟ شوكت، انا كان نفسي اجوز بنت راجل. راجل يا عم انت كده مش عايز راجل، انت كده عايز لواء في الدفاع المدني. ولا عمي عمر طيب يا عم. أنا عمر بيحبك. أنا عمر. عمر عمي طيب. عمر وأيوة فينك؟ أنا لخبطت الوقت. حسبي الله ونعم الوكيل. فيه أنا تعبان. إيه ده؟ أنا خائف. مثله ياض مثله. طبل ياض طبل. يكون في معلومك لا في فرح ولا جواز إلا لما أطمن على نسمة الأول. شوكت ليه؟ جواز نادين ممكن يساعدنا في حل مشكلة نسمة وعلاجها. شوف ولا تلم. شوكت الدارة ده غضار. بص يا شوكت، نسمة لما تنشغل في تجهيزات الفرح وتشوف فرحة أختها قدامها أكيد هتخرج من الاكتئاب اللي هي فيه.